منها هذا يعني قبيح جدا بحق الأزواج، لأن بعض الناس عطار ناس يشتم ويسب ويلعن حتى زوجته، هذه من كبائر الذنوب. يعني سباب المسلم في السوق وقتال الكفر، فكيف عادة سباب الزوجة التي أصلا أمرنا بمعاشرتها بالمعروف؟ يعني لا حق أكثر من الشخص الأجنبي، هن عوان عندكم، يعني أسيرة هي عندك، فكيف يعني كما يعني يضربها ضرب العبد ثم يضاجعها؟ ما هو بهيمة ولا حتى تضرب. الواجب الإحسان للزوجة، خيركم خيركم لأهله. نعم.